هناك وعود تعهدت بها الحكومة لم تطبقها على أرض الواقع. إذا كانت قوى الشد العكسي ما زالت موجودة وتعمل على أرض الواقع وليس هناك إرادة حقيقية، إذن ما الذي تغير على أرض الواقع؟ وعندما تحدث أيضا رئيس الوزراء عن تعديل وزاري سيحدث، ما الذي سيتغير أيضا في هذا التعديل الوزاري؟ شوف جنابك الكريم، اليوم النوايا الصادقة اللي موجودة داخل إدارة الدولة على أنه التحالف ما زال متماسكا، رغم أنه الأزمة الأخيرة في كركوك كان الجميع متوقع أنه الديمقراطي الكردستاني هو متحمس لترك هذا التحالف وسيترك هذا التحالف، ويمكن الجميع يمكن سمعت في القنوات الفضائية هذا الكلام، ولكن الجميع هو متحسس والجميع يهمه أن تسير هذه المرحلة إلى مسيرة تصفير المشاكل. اليوم الديمقراطي الكردستاني هو يعرف حجمه في كركوك ويعرف وضعه في كركوك، والجميع يعرف يعني هذا الشيء. ففي إدارة الدولة متنوع القرارات، أما عن موضوع العفو العام فالجميع مطالب بهذا والجميع يريد هذا، ولكن يريد بصياغة ألا تؤثر ولا تجعل شوشرة في الشارع ولا تجعل هناك اصطدامات ولا تجعل هناك كلام على خروج إرهابيين وعوائل ضحايا وهكذا. الجميع ومن ضمنهم نحن نطالب بقوة على أن يكون العفو العام بالسرعة الممكنة. أما عن بقية القضايا وما اختلف في حكومة السيد السوداني، اليوم حكومة السيد السوداني أقل شيء أن الوزراء ميدانيين، أقل شيء أن الوزراء ينفذون طلبات الناس وسرعة التنفيذ في الوزارات. إحنا في حكومات سابقة طلع طب وزير وطلع وزير وما عرفنا اسمه، في حكومات سابقة 3 مرات 4 الوزير يبدل وإحنا ما نعرف اسمه، في حكومات سابقة كان الوزير مجرد أنه يروح الرئيس الكتلة يقول له شو أسوي ويجي الله ينفذ في الواقع. في الواقع أنه في حكومة السودان الكثير من التغييرات. 3 أنه المدراء العامين الموجودين في حكومة يعني في الذين تغيروا خلال هذه الفترة يعني كانوا عبالك عندهم هي قلعة أو ورث، في 2003 هم مدراء عامين لحد ما أجى السيد السوداني وأنهى هذا الملف، ما خلى مدير عام يعني قدر بالوزارة أن يبقى أكثر من حتى الوزراء نفسهم والدولة كليتها من 2003 إلى اليوم. في حكومة السوداني قرارات ثم تنفيذ، ماكو قرارات وضعها على الجانب وقرارات تركها على الجانب. في البرنامج الحكومي الموجود اليوم حاليا يسير يعني هو يسير إلى أن ينفذ كل البرنامج الحكومي، ولكن المحكمة الاتحادية فيها اتفاق جميع الأطراف السياسية، وجميع الأطراف السياسية عازمة على وجود محكمة تدري، لكن هناك أطراف تريد تمثيل أكثر، هناك أطراف تريد تضع فقرات أكثر، هناك أطراف ترى في المحكمة الاتحادية يجب أن تخضع للقضاء، يجب أن يكون قضاتها مو من جميع الأطراف، يعني كل من إلى رأي. والسيد السوداني في حكومته في إدارة الدولة هو تحالف كبير، فهو مو تحالف واحد أو شخصية واحدة أو حزب واحد حتى يقود، فيجب أن يأخذ آراء الجميع ويجب أن تدرس هذه الجميع ويجب أن كل الآراء توضع في هذا القانون ثم ترسل إلى البرلمان حتى يمرر من طريق البرلمان. نعم. ولهذا السبب السيد السوداني كل تأخير الموجود اليوم في الحكومة كل التأخيرات الموجودة في القوانين هي سببها التداول الكثير والقرارات الكثيرة أو المشاورات الكثيرة بين الكتل السياسية فتتأخر الحكومة في الإنجاز. أما السيد السوداني فهو ذاهب إلى وجود برنامج الحكومة في المدة الزمنية المحددة، وهو ذاهب على أن يحل جميع المشاكل التي تخص المواطنين تحديداً.